أهلا بكم من جديد في الآن. بعد 3 سنوات من الأزمات السياسية العاصفة، صوت مجلس العموم البريطاني على تأييد مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في قراءته الثانية بالبرلمان بأغلبية 358 نائبا مقابل رفض 234 صوتا. تعني هذه الخطوة انتقال مشروع القانون إلى المراحل التالية من عملية الموافقة البرلمانية، حيث من المفترض أن تمر خطة حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بمراحل مختلفة في مجلس العموم ومجلس اللوردات قبل المضي في تنفيذها. في فقرة الآن تنضم إلينا في الاستوديو للحديث بمزيد من التفاصيل حول موافقة البرلمان البريطاني على البريكزيت دكتور سارة كيرا، الباحثة المتخصصة في الشؤون الأوروبية. دكتور سارة، أهلا بحضرتك. أهلا بك. الحقيقة أنه هذه المرحلة هي مرحلة أولى كما ذكرنا، يعني كل ما سبق، يعني كل هذه السنوات كانت مجرد الوصول إلى المرحلة الأولى، هي مرحلة الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي. إيه هي الخطوات التالية؟ إيه أبرز المراحل اللي المفروض تمر بها بريطانيا؟ ماشي. هو دلوقتي تم الموافقة على مشروع قانون الخاص ببوريس جونسون وحزبه وحزب المحافظين اللي هو دلوقتي أغلبية في المجلس العموم، الموافقة على المشروع القانون اللي هو التمهيدي للخروج من الاتحاد الأوروبي. ولكن ستخرج بريطانيا بالفعل 31 يناير 2020 من الاتحاد الأوروبي. طب هل كده خلصت عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بالكامل؟ لا، احنا كده داخلين مرحلة انتقالية. يعني تم الموافقة على الخروج خلاص بالاتفاقية التي طرحها بوريس جونسون، اللي هي بتختلف شوية في بند أو اتنين عن اتفاقية تريسا ماي التي رفضت مرارا وتكرارا، وبرضو ده كمان كانت رفضت نفس الاتفاقية ولكن تم القبول بها بعد ما بقوا أغلبية في البرلمان في الانتخابات العمومية الأخيرة. فالنهاردة احنا هننتقل لمرحلة أخرى، وهي مرحلة انتقالية، وهي مرحلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. يعني هيتم الخروج في 31 يناير، الخروج بشكل رسمي، خلاص المملكة المتحدة خرجت بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك الكثير من الملفات المعلقة والمفاوضات المعلقة مع الاتحاد الأوروبي، ودي محدد لها أن تنجز في ديسمبر 2020. لكن الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي رحب بالاتفاق أو رحب بالتصويت من مجلس العموم، ورحب بأنه فكرة أنه بريطانيا أخيرا وصلت لحل في مسألة الخروج وتم التوافق بشأن هذه المسألة. ترحيب المجلس الأوروبي أو موقف الاتحاد الأوروبي بشكل عام بينعكس على المفاوضات القادمة؟ هو تم إنجاز خطوة مهمة جدا. خليني بس أوضح لحضرتك أن المجلس الأوروبي مش مجلس تشريعي. هو في فرق ما بين مجلس أوروبا ومجلس الأوروبي، واحد في بروكسل واحد في ستراسبورغ. فده هو اللي بيشرف على السياسات الأوروبية ولكن مش تشريعي. فطبعا فهو المعني بتحديد السياسات العامة لمجموع الدول الأعضاء في أوروبا، لو 28 بقوا 27 النهاردة بعد خروج المملكة. فهو طبعا هو معني بأن رحب بخطوة زي دي لأن ده هيساهم ويساعد في تحديد أجندات الاتحاد الأوروبي المستقبلية وتحديد شكل السياسات اللي هتكون موجودة على الطاولة الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. فالنهاردة طبعا في كمان المفوضية الأوروبية، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فندر ليون الألمانية رحبت برضو وقالت وحذرت من أن المفاوضات تاخد شكل معقد. خلي بال حضرتك أن بريطانيا لها الحق في أن تمد فترة المفاوضات سنتين كمان، ولكن بوريس جونسون وعد بأن ما يتمش تمديد فترة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وأن سيتم الانتهاء من عقد اتفاق للتجارة الحرة واتفاقيات أخرى، مع يعني تحدد شكل العلاقة ما بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بحلول ديسمبر 2020. هناك من يرى أن دي فترة قصيرة جدا، ولكن بوريس جونسون
وعد يعني بذلك. فترة قصيرة جدا، عام كامل للانتهاء من النقاط العالقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟ ممكن، لأن هي هتكون مفاوضات صعبة جدا. يعني هو دلوقتي احنا انتهينا من مرحلة الخروج، الموافقة ان كانت المشكلة في خروج بريطانيا هي البيت الداخلي، البيت البريطاني داخليا ما كانش موافق على بعض النقاط. النهاردة عندنا أغلبية عظمى ووافق على الخروج بهذا الشكل، ورسميا بريطانيا خرجت، ولكن في نقاط المفروض تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأنها. بالزبط. ايه هي بقى؟ دي حاجات كتير قوي. يعني أجندة بوريس جونسون أو حزبه المحافظين برئاسته وضع مشاريع قوانين كتيرة جدا، ظهرت حتى في خطاب الملكة يوم الخميس، منها قوانين للهجرة، قوانين زراعية، قوانين للجريمة والجاسوسية، قوانين لزيادة الاستثمار في قطاع الصحة والأمن. طيب كل ده كان، كل القوانين دي أو كل السياسات دي كانت ماشية، كانت حسب مربوطة بالضبط بمظلة السياسات العامة للاتحاد الأوروبي. النهاردة احنا حطوا قوانين زراعية لتسهيل، يعني بتساهم في تسهيل عملية الانفصال أو الخروج من الاتحاد الأوروبي. دي أول حاجة، الزراعة. لكن الهجرة ممكن تكون مختلفة عن نهج الاتحاد بشكل عام؟ طبعاً. يعني أقصد أنه هل ممكن بريطانيا تتبنى قوانين بتختلف عن السياسة العامة للاتحاد؟ تختلف ولكن لا تعارض. يعني تختلف، خلي بالك هي هتبقى شدة المفاوضات في أن الاتحاد الأوروبي مش هيعطي مزايا لبريطانيا، لأن الاتحاد الأوروبي عايز يعمل من بريطانيا عبرة لباقي الدول، ان الخروج، ان ما فيش سهوله في الخروج من الاتحاد الاوروبي. وبريطانيا عايزه تخرج باعظم مكاسب. طيب احنا ممكنة. خلينا نكمل القوانين، لانه في لسه احنا عايزين كمان نتكلم عن الدول اللي ممكن تلجا للخروج ايضا. ما هو ما فيش حد بقوه بريطانيا، وبعدين دايما يعني دايما اقول ان بريطانيا was never in was never out، يعني لا كانت عمرها داخل الاتحاد الاوروبي بشكل كامل ولا خارج، هم حتى اوروبا نفسها بتقول كده، ولا خارج الاتحاد الاوروبي بشكل كامل، ولا هي مش هتبقى خارج الاتحاد الاوروبي بشكل كامل، ولكن هيكون لها حريه المفاوضات وحريه اليد العليا في ان تاخد اكبر مصلحه لها. حتى بوريس جونسون قارن اي اتفاقيه ممكن تتعمل، اتفاقيه تجاره حره تتعمل مع الاتحاد الاوروبي زي كندا بلس اللي عاملاها كندا، الاتفاقيه اللي عاملاها كندا مع الاتحاد الاوروبي. يعني هو عايز يستمتع بنفس الوضع الاستثنائي لكندا مع امريكا او لكندا مع الاتحاد الاوروبي. بس القوانين هقول لحضرتك، قانون الهجره هيبتدوا يعملوا المهاجرين من الاتحاد الأوروبي زيهم زي المهاجرين كأنهم مش من الاتحاد الأوروبي. ودي كان سبب أساسي لتصويت البريطانيين أو الشعب البريطاني لبوريس جونسون وحزبه. يعني هم عندهم مشاكل في الوفود الكثيرة من المهاجرين من داخل الاتحاد ومن خارج الاتحاد. طيب ما كده هيكون في أيضا مشكلة بالنسبة للبريطانيين اللي موجودين في دول الاتحاد الأوروبي، عاملين لهم ترانزيشنال بيريود أو فترة انتقالية. كان في مسودة، يعني في فعلا مسودة كبيرة خرجتها الحكومة البريطانية عن أوضاع المقيمين في إنجلترا من الأوروبيين والعكس. ليهم يعني اللي ليه دلوقتي إقامة تمتد لمدة 5 سنين، يعني يعني في تكنيكاليتيز وفنيات كتيرة هم أخذينها في الاعتبار يعني جدا. وفي حق ضم الأسرة لو في حد معاه إقامة وعايز يضم أسرة من الدرجة الأولى، يعني كل ده مؤخذ في الاعتبار. ولسه سيتم يعني في نهاية المفاوضات وتحديد فعلا شكل العلاقة ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أي موضوع عالق من ده أو أي إحدى الطرفين عنده أي مشكلة مع أي من البنود دي هيتم طبعا مفاوضات عليها في العام اللي قدامنا ده، بقى الفترة اللي هم هيتفاوضوا فيها. طيب في نقاط مهمة أيضا بخلاف الهجرة والقوانين المتعلقة العمال مهمة جدا، لأن جيرمي كوربن ألقى حكاية العمال ده لأنه رئيس حزب العمال. النهاردة في قلق جوه بريطانيا عن حقوق العمال، لأن حقوق العمال بتبقى عالية جدا بالنسبة للبريطانيين، وب
بيستوفدوا من البلاد الأخرى الأكثر الأقل حظا، يعني عمال يقومون بالأعمال التي لا يقوم بها البريطانيين. طيب النهاردة مش هيبقى فيه الوفود دي، فممكن المرتبات تقل، لأن هيبقى العامل البريطاني مضطر يقبل كل الشغل اللي قدامه. وهناك برضو من يقول إن ده هيكون فيه فرص عمل أكتر للبريطانيين، فهتحقق هتحقق رفاهية أكتر للعمال وفرص عمل أكتر للعمال. تختلف الأقاويل، ولكن الـ 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 القانون المقدم في أجندة بوريس جونسون هو بيحمي حقوق العمال. ففي عمال، في الضرائب، في البيئة وتغير المناخ، دي كلها قوانين مقدمة من الأجندة. الاستثمار في قطاع الصحة والأمن ده مهم جدا، لان تقريبا الميزانيه بتاعتهم دبلد او بقت الضعف. انه اصلا كان في تحذيرات ان بريطانيا لما تخرج من الاتحاد الاوروبي ستعاني ازمه في الادويه والمساله بتاعت الصحه وما يتعلق بمستلزمات الطبيه وهذه الامور، لانه هذه الامور كانت ايضا مشتركه مع الاتحاد الاوروبي. عشان كده هيزودوا الاستثمار في الصحه وكمان الانفاق. الانفاق الحكومي والاستثمار، يعني تكون يعني في غنى عن الدول الاوروبيه في انها تلجا ليها في المستلزمات الطبيه. هو بيغطي اي جاب ممكن تحصل. والنهارده احنا شفنا بعد فوز بوريس جونسون الجنيه يعني رجع لمستوياته العاليه، يعني كان المستثمرين متخوفين جدا ايام الانتخابات مجلس عموم، بس هي اتخذت. طيب هذه كلها نقاط خلافيه يعني سيتم حسمها ربما في العام القادم او في العام اللي بعد القادم، يعني لسه ما حدش عارف. لكن هناك نقطة مهمة جدا، الاقتصاد والتجارة كيف ستتم إدارته في هذا العهد الجديد في بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي ومع تكتلات أخرى ودول أخرى. طبعا حضرتك عارفة أنه بوريس جونسون وترامب في بينهم علاقة يعني مختلفة نوعا ما، وأيضا في حديث كثيرا عن الاتفاقية اللي هتتم بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد الخروج، اللي هي تقريبا يعني تحددت خلاص ملامحها، وفاضل بس يخلصوا موضوع الخروج بشكل رسمي. هي واقفه دلوقتي على الراتيفيكيشن او التصديق بتاع الاتحاد الاوروبي، وهيبتدي تحرك بريطانيا في العالم كله، يعني ذكر في الخطاب بتاع بوريس جونسون ان هيطلعوا على العالم كله لتكوين بقى يعني تكتلات جديده واتفاقيات تجاره حره جديده، لان هم شايفين ان كان الاتحاد الاوروبي مأيدهم في ده. اوكي، فطبعا نتوقع مع كل الاسواق، مع كل العمالقه في الاقتصاد في العالم، ستتقرب اليهم بريطانيا. اوكي، طبعا زي ما حضرتك ذكرتي اولهم الولايات المتحده وطبعا الاتحاد الاوروبي. هو بس بريطانيا ما كانتش عايزه تبقى تحت مظله الاتحاد الاوروبي، تخرج وتتعامل بند مع الاتحاد الاوروبي، وده هنشوفه في المفاوضات. يعني مفاوضات هتطلع فيها بقى شوية ملفات كده هتبقى خلافية جدا، خاصة في الاقتصاد والتجارة، لأن هيكون الاتحاد الأوروبي بيحاول يخلي بريطانيا ما تستغلش السوق المشتركة، وما تستغلش وضع استثنائي يفوق غيرها من الاتحاد الأوروبي عامل معاه اتفاقيات تجارة. وفي نفس الوقت هتبقى بريطانيا بتحاول يعني تحصل على وضع استثنائي، يعني هم شايفين ان هم الاقرب جغرافيا والاكثر غنى يعني، ومش معتمدين جدا على الاتحاد الاوروبي. فهيكون في ملفات كثيره جدا جدا، كمان في صناعات، في صناعات غير الزراعيه، في الصناعات الثقيله زي ما بيسموها دي، لسه هيبقى فيها برضو مفاوضات كبيره. طيب ايضا امام بوريس جونسون الحقيقه يعني عدد كبير من الأوجه، يعني الولايات المتحدة والصين أكبر كتلتين اقتصاديتين في العالم، وطبعا بتعلمي جيدا ما يحدث بين الصين والولايات المتحدة. فيعني بوريس جونسون إلى أي يعني حركة أو إلى أي جانب هينتمي أكثر تعتقد؟ الولايات المتحدة حليف طبعا لبريطانيا، لكن في نفس الوقت الأسواق الصينية الآن
في كل مكان في العالم ويعني أثبتت نفسها بشكل كبير. على حسب مين هيقدم له أكتر. كان في مشكلة في إحدى الشركات الصينية في تكوين شبكة جيل خامس أو في بريطانيا، وتم التعامل مع المشكلة ضد اللي كانت عايزاه أمريكا. يعني كانت بريطانيا مايلة ان هي فعلا تحصل على التكنولوجيا دي من الشركة الصينية. صحيح. دي على ارضها، مع ان وقفوها شوية مرضاة للولايات المتحدة، وقالوا ان هم بيراجعوا بيشوفوا قد ايه متوغلة التكنولوجيا دي في متوغلة في تكنولوجيا. لكن في استمعت بريطانيا لمواطنيها في فكرة انه حقهم الحصول على الجيل الخامس، يعني التطور اللي فعلته هواوي يعني بالضبط. بس هي فعلا كانت هواوي، بس كان في مشكله ان كانت الولايات المتحده متهمه هواوي بالجاسوسيه على الشبكات. صحيح. طبعا كلنا تابعنا هذه القصه وانتهت، يعني هذه القصه انتهت، بدات يعني كبيره جدا وانتهت. ولكن الاطار اللي مشت فيه بريطانيا في القصه دي يوريك ان هي حسب مصلحتها بتدور على مصلحتها. فهو اللي هيقدم لها اكتر. طبعا هيكون في حاله يعني هارموني زي ما بيقولوا ما بين بريطانيا والولايات المتحده، ولكن ده مش معنى كده ان بريطانيا هتستغنى عن الصين طبعا، خاصه ان هي خارج حرب التجاريه وهي ليست في مكان ان هي تحارب الصين تجاريه. طيب. نتكلم عن الاجزاء الاخرى من بريطانيا. اسكتلندا كان في تصريح لرئيسة وزراء اسكتلندا من ضروره وجود استفتاء. يعني تابعتي هذا التصريح ازاي؟ رفض بوريس جونسون. ما بالتاكيد لازم يرفض. قال لهم لا. يعني هو قال لهم الرد على هذه المسألة تم في الاستفتاء الآخر لما الشعب صوت ب 55% ريمينينج أو بالبقاء في المملكة ووقف على كده. لكن ده مش هيكون في تخوف من مظاهرات، اعتراضات، أعمال شغب مثلا في بعض الأماكن في بريطانيا منها اسكتلندا أو مثلا أيرلندا أو أماكن أخرى؟ يعني هل هناك تخوف من هذه الأمور أن تحدث في بريطانيا؟ من الناحية الفنية هيكون صعب جدا خروج أو استقلال اسكتلندا، مش هيحصل يعني عن المملكة المتحدة، خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. لأن خلاص يعني بقت في قوانين جديدة وفي كلام على أن الكونستيتيوشن أو الدستور هيتم تعديل بعض البنود فيه. فأعتقد أن يعني اسكتلندا طبعا هيكون في مظاهرات ومشاغبات. المسألة الاسكتلندية طول عمرها تسبب صداع وأرق للمملكة المتحدة، بس عمرها يعني لم تحصل قط يعني على الاستقلال ومش هيحصل. طيب هنتكلم عن الدول الاتحاد الأوروبي الأخرى وتأثير خروج بريطانيا عليها كتكتل يعني اقتصادي وأمني أيضا. كتكتل اقتصادي، بصي هو صعب جدا أن أي دولة أوروبية أخرى تقوم بما قامت به المملكة المتحدة على الأقل في العشر سنين القادمين. يعني المملكة المتحدة دلوقتي محل تجربة، والكل يعني يقف موقف المتفرج إيه اللي هيحصل مع التجربة دي. تجربة دولة لم تكن في داخل الاتحاد الأوروبي بشكل 100% ودلوقتي بتخرج، فكله بيتفرج هيحصل إيه لما تخرج بريطانيا، هيحصل إيه اقتصاديا ليها. ولكن خروج بريطانيا هل هيأثر على الكتلة كلها؟ مش وارد، ده بالعكس، ده يعني ممكن بريطانيا هي اللي تتأثر. وهناك أقاويل وأبحاث كثيرة عن أن النمو هيقل لفترة معينة، هيحصل كساد لفترة معينة، ولكن شايفة أن على أجندة الحكومة سياسات رادعة أو استباقية لأي أزمة ممكن تواجهها. لكن إحنا لسه بنشوف التجربة هيحصل فيها إيه، فإن إحنا يعني بدري قوي أن إحنا نتكلم عن أن أي دولة ممكن تقوم بما قامت به بريطانيا، خاصة ده بين في الصحف الأوروبية خاصة الفرنسوية، لأن فرنسا وألمانيا أعمدت الاتحاد الأوروبي، كانت صفعة على وجه الأوروبيين من البريطانيين الخروج، وكان في حالة غضب كبيرة جدا مستمرة، حالة غضب كبيرة جدا من خروج بريطانيا من الاتحاد، مجانحة الشعب البريطاني كمان.
يعني لان هم اللي قرروا صحيح. هم اللي قرروا بفوز بوريس جونسون. فهي في حمله غضب في الصحف كبيره جدا. لوموند كانت عامله سلسله من المقالات الهجوميه. فهو صعب جدا الحديث عن ان يكون في دوله اخرى. مش معنى كده ان ما فيش حركات وصعود للاحزاب يعني. القوميه ومفهوم القوميه دايما زي ما بقول في اوروبا غير مفهوم القوميه في دول الشرق الاوسط. هم عندهم مفهوم القوميه اكثر براجماتيه، اكثر انغلاقا، اكثر انعزالا. بيروج لفكرة مصلحة الدولة فقط دون اتحاد دون ذلك. هذا ده يبان بقى بعد كده ما نشوف الانتخابات أنهي أحزاب الصاعدة في أنهي دول. لكن كمان الدول الأوروبية مش كلها قوية، يعني في دول كثيرة بتستفيد من وجودها داخل الاتحاد الأوروبي بالزبط. باعتبار أنها دول ضعيفة اقتصاديا وأمنيا وحتى كمساحة جغرافية وكعدد من السكان أو اللغة، هي بتستفيد من انضمامها للاتحاد الأوروبي. ففكرة أنهم يكون عندهم نزعة انفصالية وينفصلوا عن الاتحاد الأوروبي زي بريطانيا، يعني مش كل الدول الأوروبية بريطانيا يعني. لا لا، ده فيه كمان في الأزمات الاقتصادية اللي ابتدت من 2008 في دول كتير استفادت ودول كبيرة استفادت من خطة الإنقاذ بتاعت المركز البنك المركزي الأوروبي. فعشان كده بقول لحضرتك هي خطوة صعبة يعني لم يجرؤ عليها إلا بريطانيا. فلا طبعا من الناحية الجغرافية مفيش يعني الدول الكبيرة قليلة قوي في الاتحاد الأوروبي. الدول الاقتصادية تقدر تقوم بخطوة زي دي لا صعبة شوية. حركات انفصالية داخل أوروبا فيه صعود أحزاب يمينية أكثر قومية وشعبوية فيه، ولكن خطوة الخروج من الاتحاد الأوروبي وأنها تكون سلسلة تجر يعني حلقة تجر أخرى من الدول، لا ده صعب دلوقتي جدا. طيب الدولتين الأساسيتين في الاتحاد الأوروبي الآن فرنسا وألمانيا، يعني كيف سيتعاملوا في ظل خروج بريطانيا من الناحية الدفاعية؟ لأنه حضرتك بتعلمي أنه الدفاع أو الأمن في أوروبا هو أمن متكامل، أو وكثيرا ما كانوا يتكلمون عن مسألة الدفاع المشترك ومسألة الحماية المشتركة للدول الأوروبية، والدول الأوروبية بتشهد عمليات إرهابية أصلا. ففي هذه المسألة هل في خطوات تم الاتفاق عليها؟ هل في يعني مناقشات بشأن الدفاع المشترك؟ بمناسبة الحوادث الإرهابية استغل بوريس جونسون لندن بريدج اتاك او الهجوم على الاخير في لندن في مشروع قانون لزياده الامن وزياده عدد افراد البوليس وزياده السبندنج او الانفاق على قطاع الامن. هقول لحضرتك على حاجه، سياسه الدفاع المشتركه الاوروبيه حاجه ودي اللي هي دلوقتي المفوضية وفي قمم دايما الاجتماعات الوزراء الدفاعيين والخارجية بيناقشوا دايما استراتيجيات دفاع مشترك. والاتحاد الأوروبي عايز يخرج أكتر ناحية غرب البلقان ويضم أعضاء جدد لمد سياسة الدفاع المشترك وتأمين حدود الاتحاد الأوروبي أكتر. وده غير الناتو. يعني سياسة الدفاع المشتركة الأوروبية أوروبية اللي هي أوروبية بحتة غير الناتو. فمش هيأثر دفاعيا في شيء لأن الاتحاد الأوروبي شغال، مش يعني مش بريطانيا هتأثر على الاتحاد الأوروبي في شيء. لا هنا بقى نيجي نتكلم ان وصحيح في كمان حلف الناتو ممكن يكون بيغنيهم عن فكره يعني بالزبط. الاهتمام بدرجه عضو فيه وده مش المشترك. ملف يعني للنقاش ودول من خارج الاتحاد زي الولايات المتحده وتركيا بالظبط. وفي بيتم تعزيز استراتيجيات الدفاع المشترك وتعزيز حدود الاتحاد الاوروبي والتدريبات والتعاون مع الانتربول والناتو اند سو اون. فلا هي مش هتاثر دفاعيا في حاجه. بريطانيا قوة عسكرية معروفة عضوة في الناتو، الاتحاد الأوروبي كذلك. لا مش هتأثر دفاعيا. احنا ممكن نتكلم أكتر اقتصاديا. بقى في حاجة دلوقتي اسمها The Question of Europe أو مسألة أوروبا، شكل بقى مستقبل أوروبا سياسيا واقتصاديا أكتر منه دفاعيا. دفاعيا
هم مطمنين. وكل شويه في اجتماعات الوزراء بقول لحضرتك بيطوروا اكتر استراتيجيات الدفاع، وفي منظمه تحت التكوين او تحت الانشاء، ف لا وفي اليوروبول، لا يعني من ناحية دي ليس هناك. طيب موقف العمال جيريمي كوربن والمعارضه بشكل عام في بريطانيا الان، ما موقفهم الان مما خساره فادحه؟ طبعا خساره فادحه، لكن هل في احترام للديمقراطيه وما حدث، ام في اتهامات متبادله ايضا؟ طبعا لا طبعا طبعا طبعا. بريطانيا يعني تحترم جدا الديمقراطيه، حتى لما يجي يسأل الناس انتخبت بوريس جونسون يقول لك ده احترام للديمقراطية، الناس انتخبت، الناس صوتت. ولذلك هناك الحملات الانتخابية بتبقى فيها أهمية كبيرة على أهمية التصويت. يعني حدد مستقبلك بإيديك، انزل صوت، فالناس حددت خلاص. جيريمي كوربن طبعا خسارة فضيحة، وكان هيستقيل من رئاسة حزب العمال وأجلها شوية عشان يعملوا حالة من حالات الفيدباك أو الاستفادة من الخبرة من التجربة، فده كان يعني مفيد بالنسبة لهم. لكن هما طبعا متقبلين، وكان متوقع زي ما قلت حضرتك، كان متوقع فوز حزب المحافظين، وكان متوقع لأن أجندة حزب المحافظين وبوريس جونسون وكاريزمته حتى السياسية وما بين شعبه أكتر بكتير، فهم كانوا متوقعين ده جدا يعني. طيب أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا، على كل ما تفضلت به، دكتور سارة كيرا الباحثة المتخصصة في الشؤون الأوروبية. أيضا مشاهدينا الكرام، شكر موصول لمتابعة هذه الفقرة، وننهيها مع حضراتكم باستعراض أبرز عناوين الصحف والمواقع الإخبارية التي تناولت آخر التطورات فيما يخص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.